رجعنا لفقرة قدر غطاء مع شيفنا الجميل وحنا الآن جهزناها الريحة جميلة يا جماعة الخير. طبعا حطينا الأورغان وحطينا شو اسمه البهارات بعيدنا حطيت زيت زيتون كمان وحطينا آخر شيء زيت بس مشان إيش هلا بدنا نحمر الأدنى. اللمسة الأخيرة اللي أنا بحب أني سويها في عنا تركي مدخن يا سلام عرفني كيف وفي عنا جبنة الشدر الله الله عرفني كيف صوت ورائحة وجمال الله يسعدك يا رب. طيب وعلى فكرة على فكرة يعني بعد ما نروح هنا إلا ما تروحون المكان ذا في حاجة معلومة كثير من الناس قاعد يقولون إنه هذه اسمها تورتيلا تورتيلا هيك تورتيلا قاعدين ينطقونها دبل ال عرب طبعا هذه من الأشياء الخاطئة نعم احنا ننطقها يعني مثلا كبسة كبسة الكلمة سعودية نعم مستحيل واحد يقول لك مثلا كبشة صح عرفت لا ننطقها بلغة أهلها فهي بما أنها من ديرة لاتينية ما ينطقونها تورتيلا نعم فمن اليوم ورايح من يوم تسوون التورتيلا انطقوها بنطقها الصحيح طيب حطينا خلينا نشوف ونروح للفيديو يروح شيفنا هناك طيب. يلا ها هذه اول وجبه هذه اول وحده طبعا هي الخبز التورتيلا المعروف انه بينعمل اما من طحين الذره او طيب. بينعمل من الى ما تجهز الثانيه وروني الفيديو ايش 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 الخطا في النطق للتورتيلا الفيديو طيب يلا. نشوف الفيديو يلا انا اشوف الفيديو نرجع للشيف عشان كيف تنطق هذه الكلمة؟ هناك خطأ شائع في نطق هذه الكلمة حيث أنها تنطق بالخطأ تورتيلا والصحيح توتيا توتيا أي أن الحرفين دبل ال في الكلمة ينطقان ي وسبب ذلك أن أصل الكلمة إسباني هذا هو النطق البريطاني توتيا توتيا وهذا النطق الأمريكي تورتيا تورتيا إذا من يوم رايح نسميها تورتيا مو تورتيلا أو تورتيلا تورتيلا هذا جاهل ولا خبزة ولا اللي يسموه اللي تبون لحوش عندنا لعبة عندنا بالذات سميها جاهزة التورتيا يا جماعة الخير هذه وجبتنا وبيذوقها محمد بعد شوي يا ويلك شباب لعبة تعلمين اللعبة يلا يلا